السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. أنا دكتور سعد الرشيد، استشاري مسالك وأمراض ذكور وعقم. أتكلم معكم اليوم عن موضوع البروستات، مساج أو تدليك البروستاتا، سواء في علاج آلام البروستاتا أو أيضا في أخذ عينة لتشخيص التهاب البروستاتا. سابقا أو قديما جدا كان أحد العلاجات لأمراض أو لمشاكل التهابات البروستاتا هو تدليك أو مساج البروستاتا، بحيث يتم إفراغ جميع سوائل البروستاتا، وأيضا كان يعتمد بالتشخيص لالتهابات البروستاتا بعمل تدليك البروستاتا، وبعد كذا يقوم المريض بجمع عينة بول وبالتالي زراعتها لمعرفة إذا كان الالتهاب بكتيري أو غير بكتيري. فيما يتعلق بالتشخيص، حقيقة السائل المنوي استبدل بشكل كافي موضوع عينة البول بعد مساج البروستاتا، ويعتبر تشخيصي في حال أردنا أن نفرق بين التهاب البروستاتا البكتيري وغير البكتيري. تدليك البروستاتا أو بروستيت مساج ليس علاجا لالتهابات البروستاتا سواء البكتيرية أو المزمنة، وحسب الدراسات لا فائدة منه في علاج التهابات البروستاتا. أحيانا نلجأ لبعض الأجهزة خصوصا عند الأخصائي العلاج الطبيعي لعمل ترخية لعضلات الحوض، تكون بإشراف طبيب مسالك وأيضا بواسطة أخصائي علاج طبيعي. معظم تلك الأجهزة تكون خارجية، الفكرة منها هو تحفيز عضلات الحوض لإرخائها في حال كانت مشدودة، وبالتالي وصول الدم، تدفق الدم إلى البروستاتا بشكل جيد. ودمتم بصحة وسلامة وعافية.